ولينا من جنيف مدير مركز الوطن العربي للأبحاث والنشر رياض صيدوي. أستاذ رياض، أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك وبمشاهديك الكرام. نعم، ما مدى خطورة هذه المعلومات في التأثير على سيناريو الأزمة السورية، وأين الدول التي تنادي بتوجيه ضربة عسكرية لدمشق من كل ذلك؟ هي معلومات شبه متأكدة. أنا أذكر أن القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي في مايو الماضي قالت في تقريرها أن من استخدم هذا السلاح الكيميائي هي هذه المعارضات في سوريا، وفي سوريا يجب أن نقول معارضات وليست معارضة واحدة. إذا هاجموها الإنجليز والفرنسيس والأمريكان واستبعدوا تقريرها واستبعدوا أقوالها لأنها قاضية وسويسرية ونزيهة ومحايدة. إذا معروف أن هذه الجامعات ممكن أن تمتلك السلاح الكيميائي، وعلى فكرة هي السلاح الكيميائي ليس قنبلة نووية، وهي مسألة بسيطة جدا في قارورة صغيرة ممكن أن تعبي غاز السارين. هذا استخدم في طوكيو من قبل عصابة صغيرة. إذا المسألة غير معقدة، لكن بالتأكيد من يقف وراء جبهة النصرة والإرهابيين في سوريا معروف إقليميا هي السعودية. نذكر أن تركي بن الفيصل هو من أسس القاعدة في أفغانستان، اليوم بندر بن سلطان هو من يؤسسها في العراق وفي سوريا، العراقيين يقولون ذلك، المالكي الحكومة العراقية تقول ذلك، سفير أمريكا في بغداد بعدما تقاعد قال نعم المخابرات السعودية هي التي تنشر الإرهاب في العراق وسوريا كما نشرته في كل مكان، ويصاحب بذلك أيضا الأساطير. لاحظوا نفس الأساطير أيامات الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، كانت المخابرات السعودية تقول بوجود ملائكة خضر تقاتل الاتحاد السوفيتي، اليوم تقول بوجود ملائكة بيض على جهاد بيض تقاتل في الجيش العربي السوري في حمص على لسان الشيخ العريفي. إذا نفس السيناريو بنفس الشيوخ بنفس الأسطورة بنفس الخرافات وبنفس الأموال يتكرر في كل مكان من قبل المخابرات السعودية، وأصبح ذلك على حتى في الجزائر نفسها عانت منها، والسيدة حد حزام مديرة الفجر أكدت تدخل المخابرات السعودية وتغذية الإرهاب في الجزائر. طيب سيد رياض، يعني الدول التي تقاتل باسم الديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان، لماذا لا تتدخل في مثل هذه الأمور وتلاحق هؤلاء؟ لا طبعا، لأن أكبر يعني فضيحة كونية الآن أن السعودية وقطر هم من يمولون الحرب لتدمير سوريا من أجل نشر الديمقراطية والحرية في سوريا. من سيصدق أن السعودية وقطر ستنشر الحرية والديمقراطية في سوريا؟ في قطر الشاعر محمد بن ذيب العجمي مرمي في السجون بأنه قال قصيدة الياسمين هنا فيها الشعب التونسي وقال بيته الشهير وعقبال البلد اللي جاهل حاكمها، ويعتبر أن العز بالقوات الأمريكية. رمته السلطات القطرية في السجن إلى الأبد، بينما القطر فيها أكبر قواعد عسكرية أمريكية وهي العديد والسيلية. في السعودية 40,000 سجين رأي، دولة لا فيها أي شيء من الانتخابات، منظمة العفو الدولية تقول عنها مملكة الصمت. نعرف أن هذين البلدين أكثر البلدان العربية تخلفا من ناحية الديمقراطية، مواطنيهم لا يشاهدون صناديق الانتخابات إلا في التلفزيون، فكيف سينشرون الحرية والديمقراطية في سوريا؟ نحن أمام لعبة استراتيجية كبرى دولية للأسف بالأموال العربية تدمر العواصم العربية وتقصف العواصم سيد العربية. رياض، نعم، حتى نستغل الوقت، الفشل الأمريكي كما بدأ واضحا في خلال اجتماع أو قمة مجموعة العشرين في حشد تحالف دولي تحت غطاء مجلس الأمن لضرب سوريا، كيف تفسر هذا الفشل؟ يفسر لأن أمريكا كذبت كثيرا، من يكذب مرة يكذب مرتين، يكذب ثلاثة مرات لا يصدق أحد في النهاية. ألم يكذب كولين باول علنا في الأمم المتحدة لما كان وزير خارجية أمريكا جورج بوش وقال ها انظروا الصور وانظروا أسلحة الدمار الشامل التي يملكها صدام حسين، وغزت أمريكا العراق سنة 2003 خارج منظومة الأمم المتحدة، خارج الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن، كصعلكة كجبروت كقوة غير منضبطة، وفي الآخر قال والله لم نجد أسلحة الدمار الشامل. إذن كذبوا على العالم مرة اثنين، هذه المرة أيضا يكذبون وسيكذبون، فلم يعد يصدقهم أحد، لا الرأي العام الأوروبي لا الرأي العام الأمريكي ولا حتى البرلمان البريطاني رفض كذبهم. هذه حروب من أجل صناعة السلاح الأمريكية ولا حتى شعوبهم. نعم، من جنيف مدير مركز الوطن العربي للأبحاث والنشر رياض الصيداوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. وفي بيروت اعتصم مئات اللبنانيين في محيط السفارة الأمريكية احتجاجا على مساعي أمريكية لتوجيه ضربة ضد سوريا، وأطلق المشاركون في الاعتصام هتافات منددة بالولايات المتحدة الأمريكية، وحملوا لافتات ضد سياسة واشنطن تجاه سوريا وأنيتها توجيه ضربة عسكرية لدمشق، ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية والسورية وصور الرئيس